إذا بدي غير شي بالعالم بشتري راحة وكرامة المسن بآخرته. وحيد؟ شو الإحساس إنه يكون مسن ووحيد؟ ما بس أوصل ل... ما بدي أوصل لمرحلة إنه ما حدا يهتم فيي. الوحدة بالنسبة إلي شي كتير بتعب، ما في أقعد لحالي. ف كيف تا إذا حدا كبير بالعمر قاعد لحاله ما حدا عم يسأل عنه؟ بندم كتير إنه ما قضيت وقت مع ستي الله يرحمها. كنت أستشعر كتير بالموضوع وأقول بكرة شوفها بعدين شوفها، وما كتير قدرت لحقها. يمكن نحنا ما بنعرف قيمة المسن ومنقول إنه منزهق وقت نقعد معه، بس يفل من هالحياة منعرف قيمته. بدعي كل الشباب اللي بعمري إنه إذا عندكن جد وست بعدن عايشين استفيدوا من هالموضوع، لأنه بس تخسرون رح تعرفوا قيمتهم كثير مش شوي.